السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة سنسونة سلوى. انتهى رمضان والعيد والأجازات وعايزين نرجع تاني لنظامنا الغذائي أو لوزننا اللي احنا كنا عليه. أكيد يعني وزننا زاد في العيد وفي رمضان، فخلونا كده نشوف الموضوع بشكل إيجابي. كانت فترة وعشناها وخلاص وكلنا واتبسطنا، فبلاش نقعد نلوم نفسنا على الحاجة اللي احنا أكلناها، ونقعدش نقول يا ريتنا ما أكلنا يا ريتنا ما عملنا. لأ، خلونا نتقبل ونشوف ان الموضوع ان شاء الله هيكون بسيط. النهارده الفيديو يعني مش عارفه اقول لكم قد ايه الرجيم او نظام بسيط جدا. انا نزلته معاكم قبل كده، ولكن انا قررت ان انا ابداه، فقلت ابداه معاكم رجيم الزبادي لمده يومين بس في الاسبوع. احنا هنختارهم وباقي الاسبوع ناكل فيه الحاجه اللي احنا بنحبها، وانا هحط لكم برده اقتراح لوصفات في صندوق الوصف نقدر ناكلها. فالموضوع بسيط جدا، لمده اسبوعين فقط هنعمل نظام غذائي خفيف. هنبداه بكوبايه ميه اول ما نصحى من النوم، ودي هتنشط الجسم كده وهتخلي اليوم كده ان شاء الله كله تفاؤل. تعالوا نبتدي بقى. ايه قلنا هنستعمل النهارده؟ الزبادي. فهستعمل في خلال اليوم كله 5 علب من الزبادي، يبقى كل المطلوب مننا اللي احنا نشتريه لليوم ده 5 علب من الزبادي، الواحده 170 جرام. هنبتدي ان احنا نحضر وجبه الفطور. الساعه 8 هتكون عباره عن سلطه. عارفين احنا سلطه الزبادي والخيار حاجه زي كده، ولكن برضو فيها طريقه مختلفه وحاجات ان شاء الله تخلي طعمها حلو جدا جدا. هنقطع خيارتين وقطعه من الكرنب او الخس او الكابوتشا، والخضار والفواكه المسموحة كاتبها لكم برضو في آخر الفيديو عشان تكون موجودة مكتوبة، وياريت نلتزم بيها وما نخرجش عنها عشان إن شاء الله يكون النتيجة مضمونة. هستعمل كمان قطعة صغيرة من الفلفل الحار اللي هو يعلي الحرق، ولو ملناش في الحاجة الحارة يعني بلاش منه مفيش مشكلة. تعالوا نحط إيه، نحط الكرنب أو الكابوتشا أو الخس والفلفل والخيار في الطبق كده علشان نبتدي نجهز السلطة الجميلة دي. السلطة دي مليانة عناصر غذائية كلها مليانة ألياف ومية، يعني هنكون شبعانين. هقطع شوية من الشبت وشوية من الكزبرة الخضراء صغير خالص كده، ونبتدي بقى نحطهم عليهم. كمان عايزة حوالي نص ليمونة، معلقة صغيرة من الزعتر أو أقل حتى، وكمان الكمون والكزبرة حوالي ربع معلقة صغيرة، والملح. بستعمل ملح الهيمالايا، ملح جميل جدا وبيعمل ايه فايدة اكتر في الوجبة النهاردة. تعالوا نجيب كوباية الزبادي اللي هي 170 جرام، هنحط عليها عصير نص ليمونة وشوية من الملح الهيمالايا ده او اي ملح طبعا عندك، ونحط كمان البهارات اللي هتعمل نكهة حلوة جدا. الزعتر حوالي معلقة صغيرة مش مليانة، والكمون والكزبرة ربع معلقة صغيرة. تعالوا نقلبهم علشان يكون الزبادي ده متوزع كويس جدا. تعالوا نحط شوية، مش هنحط كل اللي احنا فرمناه ده، خليه في الوجبة التانية. خلينا نحط شوية من الكزبرة والشبت المفرومين، وتعالوا نحط الزبادي اللي احنا حطينا عليه كل البهارات. متخيلين الطعم؟ طبعا في الصيف الوجبة دي جميلة جدا. معظمنا يعرف سلطة الخيار وقد ايه منعشة وجميلة. تخيلي بقى لما تاكلي كل الطبق ده كفطار، وده يعتبر لسه يعني احنا لسه هناكل كتير جدا خلال اليوم وهنشوف. رشة بس من الحبة البرقة او الحبة السوداء بتعمل طعم ونكهة وفايدة اكتر. كمان رشة من ملح الهيمالايا كده، رشة أخيرة كده على وش الطبق. واحنا دلوقتي عملنا وجبة فطور مشبعة، هناخدها الساعة 8 أو طبعا على حسب المتاح. تعالوا بقى نتكلم على المشروبات. لو احنا بناخد أعشاب مفيش مشكلة من الأعشاب، ولكن لو احنا نشرب بقى شاي قهوة شاي بلبن، محتاجين نتحكم في كمية اللبن، ودي حاجة مهمة جدا عشان نخس. هنستعمل ايه بقى طول اليوم؟ هنستعمل لينا يعني تاخدي نص كوباية من الحليب كامل الدسم أو معلقتين كبار من الحليب المجفف، ده أو ده مش الاتنين. فاحنا لو عايزين نعمل أي حاجة بقى شاي بلبن قهوة، وأنا هوريكوا ازاي نستعملهم. فأنا بوريكوا لو احنا عايزين نسكره طبعا هنستعمل سكر ستيفيا، مش عايزين ناخد حاجة يكون فيها سعرات أو سكر أبيض. ف
فأنا دلوقتي هعمل كوباية شاي بحليب عشان بحبه جدا. أنا اخترت الخيار التاني، يعني أنا بحب الحليب المجفف، فأحط منه معلقة صغيرة وأسيب الباقي علشان لما أعمل قهوة بعد شوية، وأحط المية المغلية، وبكده بقى عندي الشاي بالحليب. طبعا اعمليه بالطريقة اللي انت عايزاه، اللي مش حابب الحليب المجفف يقدر يختار الاختيار اللي هو فيه نص كوباية من الحليب كامل الدسم. تعالوا ناخد السناك بتاعنا، بتكون حوالي على الساعة 12، كوباية برضو من الزبادي، قلنا الزبادي معانا طول الفيديو، والكاكاو، ولو عايزين نحلي نستعمل سكر ستيفيا والفانيليا السائلة، وكمان بذور الشيا. بذور الشيا من الحاجات الدهون الصحية اللي هتخلينا شبعانين أكتر بكتير. طيب ممكن تكون غالية شوية، احنا عايزين معلقة واحدة فقط، ولكن اللي مش متوفر عنده يقدر يحط بذور كتان. مش عايزة تحطي ولا بذور كتان ولا بذور شيا، براحتك خالص. تعالوا نحط معلقة كده مليانة من الكاكاو، ونحط السكر لو حابين سكر ستيفيا، وتعالوا نحط قطرات بس من الفانيليا، وحوالي معلقة يعني 10 جرام كده من بذور الشيا. وهوريكم ان شاء الله حساب السعرات لكل حاجة في خلال الفيديو. تعالوا نحط كوباية الزبادي بقى، نقلب بس تقليبة كده علشان ايه يعني كل حاجة تتجانس. نقدر نحط قرفة لو احنا بنحب، في المرحلة دي بتعمل طعم جميل. خلوني بس اسيب ايه حوالي كده معلقة كبيرة كده عشان ازين بيها. نقلب الخليط الجميل ده، وتعالوا نحط على الحبة اللي اتبقوا شوية من الفانيليا السائلة ونقلب عشان بس يكون فيه لونين. طبعا لو انت عايزة كله بالشوكولات او بالكاكاو اعملي كده، ونحطهم كده على السطح، ونزينه ببذور الشيا برضو ورشة صغيرة من الكاكاو، ممكن كمان عود نعناع بيكون معاه حلو جدا جدا. وكده احنا عملنا السناك اللي احنا هناخده على الساعة 12 تقريبا، في منتهى منتهى الجمال. طول الوقت احنا شبعانين ما بنلحقش نجوع، سناك لذيذ، واكيد برضو بالزبادي لان احنا قلنا الزبادي مكمل معانا طول اليوم. وقت القهوة بقى، الناس اللي بتحب القهوة سادة طبعا تقدر تستمتع بيها، ولكن لو بتحبي القهوة بالحليب تعالي اوريك انا بعملها ازاي. بقيت الحليب البودر اللي انا المتاح ليا النهاردة هحطه كده في اي حاجة، واحط عليه المية المغلية. بصوا انا كل شوية بعمل طريقة للقهوة، فيعني ايه لما اكون ماشي على طريقة دايما ايه بحاول ان انا اصور لكم عشان منساش. واحط عليها المية المغلية، وبالهاند بلندر ابتدي اعمل الفوم كده بتاعها. فشايفين كده بيكون صراحة طعمها جميل جدا، احلى من الحليب اللي هو العادي بالنسبة لي. يعني طبعا القهوة دي اذواق، وتعالوا نستعمل القهوة اللي احنا بنحبها. فاحط معلقتين كده صغيرين من الجولد، مش هنحط بقى مية ولا حاجة، نبتدي نحط من الحليب اللي احنا خفقناه مع المية. شايفين كده ولا اروع قهوة. يبقى احنا كده شربنا القهوة تمام كده خلاص. تعالوا بقى وقت الغداء على الساعة 4. طبعا قبل الغداء هنشرب كوباية مية وعليها او جواها شريحة من الليمون. الغداء النهاردة هيكون فيه افكار كتير، ممكن نستعمل التونة، وياريت تكون تونة محطوطة في مية، بلاش اللي بيكون فيها زيت، ولكن دي فيها زيت. فتعالوا نشوف هنعمل ايه. هحتاج كوبايتين بقى من الزبادي للغدا عشان يكون بقى وجبة كده مشبعة جامد جدا. يعني هبتدي اصفيها. اول حاجة هعملها اللي انا هفتح التونة واحطها في المصفى عشان تنزل كل الزيوت اللي فيها، يعني حتى لو عايزة تغسليها مفيش مشكلة. فاكرين شوية الشبت والكزبرة المتقطعين، خلينا ناخد منهم حوالي معلقتين كبار كده، ونجيب بصلة متوسطة. هنعمل سلطة، من سلطة التونة طعمها رائع جدا. لما تجربوها مفيش مرة هتاكلوا التونة بطريقة مختلفة، كل مرة هتعملوا الطريقة دي، حلوة جدا جدا. قطعت حتة من الفلفل الحار، وقطعت واحدة بس من الخيارة كده شرايح رفيعة، وكمان عايزة عصير نص ليمونة. تعالوا نحط على الشبت والكزبرة البصل والفلفل والخيار، ونعصر عصير نص ليمونة، بس دي ليمونة كبيرة. هحط شوية من الملح، ملح الهيمالايا، وتعالوا نحط شوية بهارات،
عبارة عن نص معلقة صغيرة من البابريكا والفلفل الأسود، وكمان هحط كزبرة ناشفة. نكهات حلوة جدا هتزود طعم جامد جدا. تعال نحط كمان معلقة كبيرة من خل التفاح ونقلب. هنحط بقى كوبايتين من الزبادي. شايفين كمية كبيرة؟ انا هوريكم فعلا الطبق قد ايه مشبع وقد ايه كميته كبيرة فعلا على وجبة الغداء. طيب ايه هي البدائل لسلوى لو احنا ما بنحبش التونة او ما عندناش؟ لو عندك صدر دجاج مثلا يكون مشوي او مسلوق تقدري تحطيه، او اي حاجة بروتين يعني، بس يكون طبعا مفيش دهون. هزود شوية بابريكا كده على الوش، ونحط شرايح من الليمون، وبكده بقى عندنا وجبة الغداء الجميلة جدا. طبعا انا كل حاجة كان مكتوب عليها السعرات الحرارية بالنسبة لعلبة التونة بالذات اللي انا مستعملاها. تعال بقى نشوف وجبة العشاء اللي هي اخر وجبة، وياريت تكون الساعة 8 وما ننامش بعدها، يعني ننام بعدها بساعتين ثلاثة كده. عندي برضو علبة من الزبادي، ودي اخر علبة يعني دي خامس علبة النهاردة، وشريحتين من الكيوي وشوية من الفراولة المتلجة، وعايزة فقط القشر بتاع الليمون او بشر الليمون. تعالوا نجيب طبق كده ونحط فيه الفراولة المتلجة دي. مش لازم نعمل كل اللي انا بعمله ده، لو عايزة تاكلي كوباية الزبادي بس كده تقدري، ولكن انا عايزة الموضوع ما يبقاش فيه ملل، عايزاكو تستنوا اليوم ده. ونحط الزبادي كده. طيب نقدر نعمل اليومين اللي احنا نختارهم في الاسبوع على رجيم الزبادي ده، وبقية الاسبوع هنعمل ايه؟ بقية الاسبوع برضو هنحاول ان احنا نخفف، يعني مش هن ايه يعني هناكل بقى كتير ونقول لا احنا عايزين نخس. طيب لو احنا التزمنا بالنظام الغذائي وكل اللي انا قلته ده، والتزمنا برضو بشوية رياضة، هنعمل ايه؟ هنخس قد ايه؟ هنخس في الثمان ايام اللي احنا هنعمل فيهم النظام ده حوالي 10 كيلو، وطبعا دي حاجة كويسة جدا، غير اللي احنا نفضل شبعانين، غير اللي احنا ما حرمناش نفسنا من حاجة. تعالوا اقول لكم على الابليكيشن بقى اللي انا بستعمله، فات سيكريت. هنقدر نحط فيه اي حاجة، حتى هتلاقي ممكن تلاقي الحاجة اللي انت بتستعمليها، يعني انا هنا مستعملة زبادي المراعي في الفيديو لقيته مكتوب، فحطيت العدد الخمسة على طول، حسب لي عدد السعرات الحرارية في الخمسة، وكل المعلومات الغذائية اللي انا عايزة اعرفها. طيب عايزين نحسب مثلا اي حاجة تانية، سهل جدا نخش نكتبها، وليكن مثلا احنا عايزين نحسب نص كوباية من الحليب اللي احنا هنستعملها طول اليوم، فحسبها لي اللي هي فيها 73 سعر. طبعا حلو جدا، وهو بقى بيجمع مع نفسه، فانت تقدري تستعمليه في اي حاجة، بذور الشيا، ونحدد الكمية اللي احنا عايزينها، مثلا نحط 10 جرام ونقول اوكي، وهيدينا السعرات الحرارية اللي فيها حوالي 49 سعر. وبكده نقدر نستمتع بكل الاكل واحنا حاسبين السعرات الحرارية. اتمنى ان شاء الله فيديو النهاردة يكون عجبكم، وكل حاجة اكون قلتها في خلال الفيديو، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو تاني، ومع السلامة.